السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم جنان. جبت لكم هنايا اليوم اون ايدي اللي هي فريمون شابه بزاف باش تشوفوا لا روسيت. بقاو معايا. اذا هنايا عندي 250 لحم فيونداشي. فيونداشي هنايا نتوما اختاروا اللي بغيتوها جيبوها. هي لا سواء تاع الداند ولا المهم انا عندي 250 غرام تاع فيونداشي. حبه بصل طحنتها مع دنوس فيونداشي. غادي نزيد معاها لا شابلور خبز مطحون 4 مغارف كبار. باش منها باش تجي طريه منها كي دير تزيدوا فيها لا شابلور تزيدكم في الكميه. دونك ندير الملح نص مغرف ملح. والملح توجور نقول لكم كل واحد على حساب هو شحال يبغي الملح. نص مغرف فلفل كحل. ندير ربع مغرف سكنجبير. ربع مغرف كركب. نص مغرف فلفل احمر. حبه بيض. اذا نخلطهم بسم الله. اذا هنايا ندير حبه بصل. ها هي لا طحنتها. ندير زوج مغارف زيت. نزيد مغرف. ندير 3 مغارف باش يتقلى لي غايه. ها هو. اذا دروك نخلط مليح الكفته تاعي والبصل راه يتقلى. البصل راه يتقلى. غادي ندير فيه لا فيونداشي تقلى او ميم طون. درتها نار هادئه راني منقصه عليها النار. اذا نديرو هاد لي بول نديرهم هنا يتقلو مع هاد البصل. نغطيه ونخليها في تيفي يطيب ونكمل خدمتي هنايا. او ميم طون راني دايره على حسب راني دايره الماء يغلي باش نمرق به. اذا دروك نكمل خدمتي. هنايا اش ندير؟ ندير غير شويه كفته نمرسها هكا مليح. شوفوا هكا دو غير حيه قليله ما تكتروش. نحرك الطاجين تاعي. اذا ندير نص مغرف فلفل كحل. نص مغرف صغيره المغرف صغيره سكنجبير. ربع مغرف كركم. الملح ابوبخي انا ندير نص مغرف. خلطه. اذا دروك نجيب الجلبان مع الجزر نرميه هنايا راني غاسل عتر. نغطيه ونخليه يتقلى مازال ما نمرق. اذا البطاطا غندير لها الملح. ندير لها شويه فلفل كحل. ندير لها شويه معدنوس. هكا شفت
نخلط غاية، ندهن البلاط تاعي، ندير لو فوغ تاعي يحمى. اذا نجيب الكفته تاعي، ديروا الكفته ديروها رقيقه، غير كميه قليله تقدكم وتجي شابه. دونك هكا عفسوا عليها شويه باش تخرج هكا منا، حطوها هنا هكا. دونك نتوما البطاطا ديروا على حسب الكميات اللي تسحقوها في الدار. اذا ها هما بعد ما وجدتهم، دروك ندير شويه معدنوس فوقهم، ندير غير رشه قليله تاع الزيت باش ندخلهم في الكوشه، غير حاجه قليله هكا فوقهم. ندير رشه تاع فلفل احمر، راني دايره ديجا الكوشه تحمى. نغطيهم بهذه البابي، غادي نخليهم 30 دقيقه 30 مينوت يطيبوا. من ابري 30 مينوت نقلع لهم هذا ونخليهم يحمروا ابري 10 مينوت ونعسهم. ندخلهم على ان فوق تاع 180 180 درجه. اذا الجلبان تاعي ها ولا تقلى صاي، خليت داك البصل تقلى مليح هكا. نجيب زعفران اختياري، ندير واحد زعفران ولكن اختياري، اللي ما يبغيش يديره ما يديرهش. سينون عندكم زعفران تاع الشعره هذيك صصخيح، هذيك حاجه مليحه. اذا نديرو شويه ما كيما هاك، غير على حساب، شوف فوالا على حساب ما يتغطى. نزيد شويه ما غير على حساب ما يتغطى، زيت على حساب 3 كيسان كبار تاع ما. دروك شنو ندير؟ دروك غادي نخليه يغلي، غير يبدا يغلي نقص له ونخليه يطيب في غرضه. نغطيه. اذا ها ولا دروك ندير فيه القرناء، راني دايره تاع التيفون اللي نقصته الغاز هكا، خليه يطيب في غرضه. اذا ها هو الطاجين تاعنا خلاص طاب، جا فريمون شباب بزاف. بعد ما طابت هاد البطاطا والكفته، جيت هنايا وستفتها في الطاجين، ها هي راه جات فريمون رائعه، جات شابه بزاف. الكفتة جات مشوية والبطاطا شوفوا كيفاش جات حمراء، جات فريمون شابة بزاف. قدمتها مع الخبز تاع الدار. اذا هذه اونيدي طاجين جلبان بهذه لافاسون، تحمروا البطاطا في الكوشه وبعد تستفوها بالطاجين وتحطوها، تجي فريمون رائعة. ها هي لا شوفوا كيفاش تجي. قدمتها مع هذا الخبز تاع الدار، اولا يجي تاني هو رائع، اولا يجي فريمون رائعه هذا الخبز تاع الدار. اذا بهذا الشيء نقول لكم صحه فطوركم، والى الحلقه القادمه ان شاء الله. Thank you.